بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد مبروك مدرس فيزيكس في مدارس سيستم أكتوبر. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنكمل اللي إحنا كنا شغالين فيه. إحنا كنا خلصنا شابتر 3 وكان وصلنا الجزء بتاع الساتلايت وخلصنا المحاضرة اللي فاتت. النهاردة المحاضرة بتاعت شابتر 4، نخلص شابتر 4 على بعضها وبإذن الله المحاضرة الجاية تبقى آخر محاضرة في المنهج، وبعد كده لو في إن شاء الله يعني محاضرات تانية هتبقى ريفيجن أو هتبقى امتحان لامتحانات وأسئلة. انا عايز قبل ما ابدا بس عايز اوجهكم لبعض الحاجات عشان لاحظت يعني من كلام بتاع الطلبه او من الفيدباك بتاع بعض الطلبه. اول حاجه حاول يعني تاخد المحاضرات بجديه، يعني المفروض يكون معاك ادواتك ومعاك قلم ومعاك كالكوليتور ومعاك كراسه بتكتب فيها او ورقه هتكتب فيها عشان لو في مسائل تحلها، وياريت تبقى قاعد على مكتب او حاجه، بلاش تبقى نايم على السرير. التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا انك تاخد الموضوع بجدية كأنك بالظبط قاعد في القاعة بتاعت السنتر او قاعد في المحاضرة في الكلاس او في المدرسة بتاعتك. فلو سمحت اهتم كده، لو ادواتك مش كاملة وحاجتك مش موجودة روح هاتلك كشكول وهاتلك قلم دلوقتي قبل ما تكمل الفيديو. خلاص الشابتر 4 شابتر سهل ومفيهوش مشاكل ان شاء الله، بيتكلم فيه عن الورك وهو عبارة عن ثلاث قوانين رئيسية، الورك والبوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي. خلاص نبدأ بقى ان شاء الله. شابتر 4 اسمه Work and Energy. الأول نعرف إيه علاقة العنوان ببعضه، يعني إيه علاقة الورك بالإنرجي. لو أنت فاكر كده أيام ابتدائي كان في تعريف مشهور للإنرجي بيقول Energy to the ability to do work. Ability to do work إيه ده؟ يعني الإنرجي والورك كأنهم معنى واحد. هما معنى واحد فعلا. يعني مثلا لو قلت لك إن إيه؟ لو قلت لك إن الورك هنا depends on the velocity أسمي الورك في الحالة دي kinetic energy. لو الورك طلع بيعتمد على او depends on height يبقى الورك في الحالة دي هيبقى يتحول لحاجة اسمها potential energy. If the work depends on the heat it will be heat energy. يعني كل ايه؟ كل انواع الانرجي تقريبا في الاول وفي الاخر هي work. طيب الورك بقى في العموم هو عبارة عن ايه؟ بص معايا كده في الديفينيشن ده. The work is a scalar quantity equal the product of acting force and displacement in the same straight line. يعني ايه الكلام ده؟ يعني work equal force multiply displacement. من الاخر force multiply displacement، بس لازم الforce والdisplacement يكونوا in the same direction. طب افرض الforce ما كانش same direction مع الwork نتصرف ازاي؟ قال لك سهلة، بص كده على القانون اللي تحت واحنا نحل الازمة. work equal force multiply displacement multiply cosine angle between them. cosine خلي بالك مش sine، cosine بين cosine angle بين مين ومين؟ بين الforce وبين الdisplacement. طيب لاحظ حاجة، ان لو الانجل between force and displacement equal 90 تلاقي ان cosine 90 equal 0 فيطلع لك الورك equal 0. يبقى مبدئيا كده قبل ما نكمل اي كلام وبسم الله الرحمن الرحيم، work equal 0 امتى؟ لو كان الفورس والديسبليسمنت الانجل اللي بينهم كانت ايه؟ 90 degree. دي نقطة اساسية معانا ومحدش ينساها. خلاص طيب يبقى عشان احسب ورك محتاج اعرف الديسبليسمنت كام والفورس كام ومحتاج الانجل. يعني مثلا لو هزق ترابيزه لازم اعرف انا هعمل هزق فورس قد ايه والترابيزه هتتحرك مسافه قد ايه والانجل بين الفورس وبين الديسبليسمنت كام، لان الانجل لو كانت 0 كوزين 0 ب 1 فيدينا ماكسيمم ورك. يبقى الورك بيكون ماكسيمم وان ذا انجل ايكوال 90. ورك ايكوال 0 سوري ورك از ماكسيمم وان ذا انجل ايكوالز 0. Work is maximum when the angle equal 0. Work is 0 when the angle equal 90. ياريت تبقى تكتبها عندك لأحسن ممكن تتلاوط. هقولها تاني آخر مرة. Work equal 0 امتى؟ When the angle equal 90. طيب work is maximum امتى؟ When the angle equal 0. طبعا كل الانجل دي هي الانجل between force and displacement. يبقى قانون عبارة عن W اللي هي الwork equal force multiply displacement multiply cosine theta اللي هي theta angle between them. القانون ده ممكن يفكرك بحاجة من الفيرست تيرم، حاجة اسمها السكيلر برودكت. السكيلر برودكت لو انت فاكر بنقول فيكتور A دوت فيكتور B بيدينا A B كوزين ثيتا. هو ده بالظبط، هو ده عبارة عن سكيلر. يعني الورك هيطلع سكيلر مش هيطلع فيكتور، لان الورك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن displacement دوت displacement، والدوت هنا يعني سكيلر برودكت، يعني الاجابة بتاعتك لازم تطلع في الاخر يعني ايه؟ تطلع سكيلر مش فيكتور، يبقى الورك سكيلر. طيب كاتب لك its unit is joule. اليونت اللي هنستخدمها دايما هتبقى جول، او تنفع تكون ايه؟ فكر كده من قانون فورس يبقى ايه؟ نيوتن، والديسبليسمنت متر يبقى نيوتن دوت متر، يبقى ينفع جول او نيوتن دوت متر.
الدايمنشن فورمولا بتاعته هي دايمنشن فورمولا للفورس وزود عليها الديسبيسمنت. ها فكرت معايا؟ الفورس كانت ام ال تي باور نيجاتيف 2 وزود عليها الديسبيسمنت ال هتبقى ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. يبقى الورك او اي نوع من الانرجي خلي بالك هيبقى نفس اليونت ونفس الدايمنشنال فورمولا. امتى يحصل ورك او اكزامبل بتاعت حد بيعمل ورك؟ اول اكزامبل عندك درايفر بوشينج هيز كار، واحد بيزق عربيته، بس بشرط لازم العربيه تتحرك. لو العربيه ما اتحركتش الديسبيسمنت هتبقى زيرو والورك هيطلع زيرو. وفي حاجه كمان، لو انا حركت مثلا حيطه، قررت ان ازق الحيطه دي اللي جنبي، طبعا الحيطه مش هتتحرك فالديسبيسمنت تبقى زيرو، يبقى الورك ايكوال زيرو. تقول لي يا مستر طب انا بزق الحيطه تعبت وعملت يعني مجهود. لا، المجهود ده بطل اسمه فورس. انت عملت فورس بس ما عملتش ورك. الورك ده يعني لازم يشترط ان الجسم انت بتزق ده يتحرك بطريقه ما. نمبر 2 اثليت، ان اثليت يعني راجل رياضي، راجل بيلعب رياضه، از ليفتنج ويت. يبقى اف ذا اثليت ليفتنج ويت هي داز ورك. والورك في الحاله دي هيبقى على حسب بقى الدايركشن بين الفورس والديسبيسمنت، اقدر اعرف الانجل كام. طب في ساعات الانجل بتبقى 180، يعني الفورس في اتجاه والديسبيسمنت في اتجاه عكسي. زي مثلا لما اجيب كره واحذفها لفوق، الديسبيسمنت بتاعتها ابورد، هي بتتحرك لفوق، بس الورك بتاع الفورس بتاعتها داون وورد، الفورس هيبقى ويت، الوزن الكره دي. ايه ده؟ يعني الفورس والديسبيسمنت هتبقى الانجل بينهم 180. وكوزاين 180 لما يجي تجرب على الكالكوليتر يطلع مع حضرتك نيجاتيف 1. ايه ده؟ يعني الورك هيطلع بالنيجاتيف. ايوه الورك هيطلع بالنيجاتيف. يا مستر ازاي ده ورك؟ ده سكيلر، ما يطلعش بالنيجاتيف. لا، النيجاتيف هنا معناها ان الفيلوسي بتقل. النيجاتيف معناها هنا ان الفيلوسي ايه بيحصل لها ديكريز. يبقى لو الورك طلع نيجاتيف معناها ان الفيلوسي ديكريز، ورك طلع بوزيتيف معناها ان الفيلوسي انكريز. طب ورك ايكوال زيرو معناها حاجه من اتنين، يا اما الفيلوسي اصلا ايكوال زيرو والجسم ما اتحركش، او احتمال يكون بيتحرك بيونيفورم فيلوسيتي. يبقى قبل ما اقلب بقى اي صفحه تانية هقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودانك. امتى الورك ايكوال زيرو؟ عندك احتمالات كتيره. وين ذا فورس ايكوال زيرو؟ ودي ممكن تحصل ازاي؟ وين ذا اكسلريشن ايكوال زيرو؟ دي نمبر 2. ودي ممكن تحصل ازاي؟ وين ذا بودي موز باي يونيفورم فيلوسيتي. تمام كده؟ يبقى عندك لحد دلوقتي ثلاث حاجات، فورس زيرو او اكسلريشن زيرو او يونيفورم فيلوسيتي. او الحاله الرابعه، وين ذا ديسبيسمنت ايكوال زيرو، يعني الجسم ما اتحركش. الحاله الخامسه والاخيره، وين ذا انجل بتوين فورس اند ديسبيسمنت ايكوالز 90. تمام كده يا شباب؟ طيب examples of work equal zero في كتير، احنا قلنا ما كتير، بس انا خدت 3 examples مشهورين. the force perpendicular to displacement، the centripetal force نفس الكلام، لان centripetal force displacement بتاعتها اللي هي velocity بتبقى perpendicular مع الفورس، يبقى الورك equal zero. when the body moves by uniform velocity، لسه قايلين الكيس بتاعت الورك، الورك تطلع positive لو الانجل less than 90. وفي الحاله دي سجل جنبيها كده او وانت بتذاكر ان الايه velocity بيحصلها increases. When the work is negative يبقى theta greater than 90، وفي الحالة دي هتبقى ال velocity decrease. Work is zero if the theta equal A equals 90. وخلاص طبعا الملاحظات اللي تحت دي تبقى عارفها كويس، cosine 90 0، cosine 180 negative 1، cosine 0 equals 1. طيب تحتها بقى بطل سؤال، شوية أسئلة كده give reason. طبعا الامتحان بتاعك ما بيجيلكش فيه give reason، بس يجيلك فيها choose، بس ممكن اللي choose يجيلك فيها give reason. يعني يقول لك مثلا إيه، يجيب لك الجملة كلها، يعني يقول لك مثلا work is scalar quantity because، ويجيب لك choose، يعني الإجابة عبارة عن شوية اختيارات. بص كل جملة كده الاختيار الأسهل إيه، طبعا ده مش اختيار، إحنا قلنا ده choose. يعني أول سؤال بيقول لك when the body move in the same direction of the acting force the work done by the force is maximum. إذا الورك هيكون maximum ليه في الحالة دي؟ هتقول له because the angle between force and displacement equals zero and cosine zero equal one so the work is maximum. تمام؟ طب تحتيها work is scalar، ليه work is scalar؟ because work is A equals vector multiplied vector اللي هي الفورس multiplied displacement. number 3 centripetal force acting on the body doesn't do work، ليه centripetal force ملهاش work؟ because the angle between force and displacement equals 90، واي 90 على طول بيدي لنا work equal 0. يا رب يكون الدنيا واضحه، انا سريع سنه يعني، بس الموضوع عشان مش صعب قوي يعني. اوكي طيب عايزين نكمل بقى الجدول ده. بص يا شباب ركز معايا، تكمله الجدول سهله جدا. هو جايب لك في الجدول الاولاني لو الفورس ب 18 نيوتن والديسبيسمنت 5 والانجل 90، يبقى الورك بكام؟
طبعا الورك بزيرو اللي عنده قوه ملاحظه، طالما الانجل 90 مش محتاج بقى الارقام اللي قبليه دي خالص، كده خلاص يبقى الورك ايكوال زيرو من غير حسابات، لان كوزاين 90 ايكوال زيرو. بعديها عايز يحسب الفورس، وجايب لك ديسبيسمنت ب 8 متر، والانجل جايبها لك ب 6 ديجري، والورك ايكوال 48. عايز يحسب الفورس، اكتب القانون معايا، دبليو ايكوال اف دي كوزاين ثيتا، دبليو اكتب تحتها 48، الاف اكتبها اف عشان عايز احسبها، الديسبيسمنت 8 كوزاين 60. احسب الحسبه دي هيطلع لك يا بطل 12، هيطلع الفورس ايكوال 12 نيوتن. الاختيار الثالث ده او السؤال الثالث هو اللي فيه ازمه شويه عند بعض الطلبه، بيطلعوه دايما غلط. بص معايا، الفورس ايكوال 48 والديسبيسمنت 20 سنتيمتر، يبقى تخلي بالك لازم تحول مين؟ تحول السنتيمتر لمتر، يعني تعمل ديفايدد 100 فيطلع 0.2 متر، 0.2. طيب الانجل احسبها ازاي؟ المفروض اكتب القانون كده عادي، الورك او دبليو ايكوال اف دي كوزاين ثيتا، يبقى 9.2 ايكوالز 46 مالتبلاي 0.2 مالتبلاي كوزاين ثيتا. طيب اود الارقام كلها اللي جنب كوزاين ثيتا، او احسب شيفت ساين ورايح نفسي، يعني احسبها بشيفت ساين، وممكن تتحسب بطريقه مباشره وهتطلع الانجل ايكوال 0، يعني الاختيار الاخير ده هيطلع 0. طيب في رسمه بتاعت هي بتاع الجراف، ايه الجراف ده؟ الجراف ده معلش نسيت اكتب ان الواي اكسس فورس والاكس اكسس ديسبيسمنت، يبقى فورس وديسبيسمنت. بيقول لك لو في جراف فورس اند ديسبيسمنت، ولو كانت الانجل او الثيتا ايكوال 0، ساعتها يبقى الورك ايكوال اف دي لينث باي ويدث، يبقى اريا اندر ذا كيرف. باختصار يعني الكيرف ده لو قالك كالكوليت اريا اندر ذا كيرف يعني كالكوليت ورك، او العكس قالك كالكوليت ورك اقدر اطلع الاريا اندر ذا كيرف وهتبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز ورك من غير مشاكل. تمام، يبقى تاني الاريا اندر ذا كيرف هيدينا ورك. خلي بالك ده فيرست تيرم خدنا حاجه شبه كده، كان لو فاكرين كان الفيلوسي والتايم، الجراف بتاع الفيلوسي والتايم كان اريا اندر ذا كيرف بيدينا الديسبيسمنت، ده بقى حاجه شبهها برضو، اريا اندر ذا كيرف بيدينا ايه؟ بيدينا الورك. طيب الجزء اللي بعديه بيتكلم عن الانرجي. بص يا بطل، ايه هي الانرجي؟ ability to do work or to make a change، يعني القدره ان انا اغير حاجه من مكانها او ازود حاجه او اقلل حاجه. الفيزيكس مليانه انواع من الانرجي، احنا هناخد نوعين بس، بوتنشال انرجي وكاينتيك انرجي في الشابتر ده، والشابتر اللي بعده هناخد نوع زياده اسمه ميكانيكال انرجي. ايه هو البوتنشال انرجي؟ بص ببساطه عشان ما نصعبهاش عليك، لما تيجي حضرتك ترفع حاجه من الارض وترفعها لفوق، انت كده زودت فيها انرجي اسمها بوتنشال انرجي، انرجي متخزنه جواها. فانت لو شلت شنطتك طلعتها لفوق كده شويه وسبتها تقع، ليه وقعت؟ عشان بقى عندها انرجي اسمها بوتنشال انرجي بتتحول لكاينتيك انرجي. يبقى مفيش حاجه اسمها انرجي كده حد يعملها من الفراغ، لازم الانرجي يكون جايبها من انرجي قبليها. يعني انت تعبت عشان تشيل الشنطه، التعب ده عباره عن انرجي اتخزن جوه الشنطه، لما تسيب الشنطه تقع تتحول البوتنشال انرجي اللي اتخزنت جواها انتو كاينتيك انرجي. يبقى في قاعده هناخدها بعد كده اسمها energy is neither be created nor destroyed، يبقى الانرجي ما ينفعش حد يعملها من فراغ، وما ينفعش حد يخليها تخلص، هي بتتحول من شكل لشكل، وده قانون بشري شهير جدا. طيب يبقى البوتنشال انرجي energy stored inside the body due to its position، اللي هي its place او its height على حسب الارتفاع بتاعها. طب بحسبها ازاي؟ البوتنشال انرجي القانون بتاعها سهل جدا، اسمها MGH، ناس multiplied gravitational acceleration اللي هي 9.8 او 10 multiplied height. بس تخلي بالك من حاجه ان الام جي لوحدها يعني ويت، فلو السؤال فيه ويت خلاص بقى يبقى ويت multiplied height هو ده البوتنشال انرجي. الدايمنشن فورمولا بتاعت البوتنشال انرجي كاتبها لك ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2، ملاحظ حاجه؟ ها دي بوتنشال انرجي بتاعت ايه؟ بتاعت الورك. يبقى الورك والبوتنشال انرجي نفس الدايمنشنال فورمولا وهما نفس اليونت، هتبقى جول برضو. طيب مساله تاني، المساله دي يا بطل المفروض تعمل بوز للفيديو دلوقتي وتحلها الاول لوحدك، هتاخد معاك وقت شويه، وبعد ما تحلها تشوف الاجابه بتاعتك تبقى صح ولا غلط زي ما هنقول دلوقتي، ماشي؟ طيب نفترض انت دلوقتي حليت خلاص وحاولت، دلوقتي جايب لك اوبجكت بروجكتد ابورد، ابورد يعني الفيلوسي بتاعته بتقل، هي بدات بكام؟ بدات ب 10، الفيلوسي هيحصل لها ديكريزز لحد ما توصل كام؟ عند الماكسيمم هايت هتبقى بزيرو،
يبقى كده عندي ال VI ب 10 وال VF equal 0. If the potential energy at maximum height equal 10 joule, calculate the mass knowing that the gravity equal 10 meter per second square. يبقى هو عايز يحسب الماس. بص الفكرة جاية من القانون بتاع البوتنشال انرجي. عشان اجيب الماس محتاج احسب البوتنشال انرجي واحسب الجرافيتي، ويكون عندي الجرافيتي ويكون عندي الهايت ويكون عندي الجي. كده كده الجي موجودة ب 9.8، الهايت مش موجودة ولا البوتنشال انرجي اصلا، ولو البوتنشال انرجي موجودة ناقص للهايت. يبقى الفكرة بتاعت السؤال اجيب الهايت. الهايت ده هترجع للايكويشنز اوف موشن، تستخدم ايكويشنز اوف موشن يكون فيها هايت اللي هي ديستانس وانيشال فيلوسيتي وفاينل فيلوسيتي وجي من الاكسلريشن. تمام، هتلاقي الثيرد ايكويشنز اوف موشن. نبدا نشوف الاجابه كده عامله ازاي. دي الاجابه بقى يا بطل. المفروض استخدم الثيرد ايكويشنز اوف موشن 2 ايه 2 جي دي ايكوال في اف باور 2 ماينس في اي باور 2. تعود عن الكلام ده هيطلع لك الديستانس ايكوال 5 متر، البوتنشال انرجي ايكوال ام جي اتش. يبقى البوتنشال انرجي اللي هي 10 ايكوال ماس متبلايد 10 متبلايد 5، يبقى الماس هيطلع 0.2 كيلو جرام. خلاص، خش بقى يا بطل على ايه مرحله النوع التاني من الانرجي اسمها كاينتيك انرجي. النوع التاني من كاينتيك انرجي بقى حاجه هايفه قوي. كاينتيك انرجي هي انرجي بسبب الحركه، يعني بيبقى انرجي ديو تو ذا موشن اوف ذا بودي. ده الديفينيشن بتاعنا. كاينتيك انرجي ايكوالز هاف ام في سكوير، ده الرول بتاعنا هاف ام في سكوير. المفروض القوانين دي كلها كان لها بروف واثباتات، بس احنا طبعا خلاص الامتحان ما بقاش يهتم بالموضوع ده، فاحنا هنكنسله دلوقتي، خاصه ان احنا شغالين اونلاين، مش محتاجه ان انا اقعد ايه اقول لك حاجه زياده يعني. يبقى كاينتيك انرجي ايكوال هاف مالتبلايد ماس مالتبلايد فيلوسيتي باور 2. خلي بالك بقى، لو قالك في السؤال ده ان الفيلوسيتي از دبلد، الكاينتيك انرجي هتزيد قد ايه؟ اوعى تقول لي دبل، هتزيد 4 تايمز. ففي واحد يقول لي يا مستر استنى استنى، طب ما الهاف دي هتعمل ايه؟ لا، الهاف دي كونستنت مش هتتغير، يعني احط مكانها 1. والماس طالما دازنت تشينج بحط مكانها 1. لو قال لي الفيلوسيتي از دبل فاكتب 2 باور 2 فيطلع 4، فالكاينتيك انرجي تبقى 4 تايمز. لو قالك الفيلوسيتي تريبل يبقى كاينتيك انرجي كام؟ ها تمام، برافو عليك، هتبقى كاينتيك انرجي 9 تايمز مش 6. طبعا في مسائل بقى كتيره جدا على كاينتيك والبوتنشال انرجي، وهنحل النهارده بعضها، والباقي مكتوب عندك في البوكليت، تبقى عايزك تخلصه بقى كله ان شاء الله وتتابعني. لو حاجه صعبه ابعتها لي على جروب بتاع الواتس او على الفيس او اي حاجه. بص الجرافات اللي جايه دي، عايز ايه؟ رايت ذا سلوب اوف اتش جراف. الجراف الاولاني والتاني والتالت، هو التلاته كلهم نفس الفكره. الجراف عشان اطلع له السلوب اجيب واي اكسس اوفر اكس اكسس ورتب الايكويشنز. هيبقى اول واحد هيبقى في باور 2 اوفر 1 اوفر ام، تيجي ترتبه يطلع لك في باور 2 مالتبلايد ام. ايه ده بقى؟ ام في سكوير. هو ام في سكوير ده ما هو جزء من كاينتيك انرجي، مش كاينتيك انرجي هاف ام في سكوير؟ لو عايز اطلع ام في سكوير لوحدها يبقى الهاف هتتنقل الناحيه الثانيه تبقى 2. يبقى اول اجابه هتبقى ايه يا بطل؟ تمام، هيبقى 2 كاينتيك انرجي، دبل اوف كاينتيك انرجي. لازم اوصل لابسط صيغه ممكنه، سمبلست تايب فورم. بعديها الرول الثاني فورس 1 اوفر دي، هيبقى طبعا نفس الكلام، فورس ديفايدد 1 اوفر دي، فيطلع الديستانس تطلع فوق تبقى اف دي، واف دي ايكوال ايه؟ ها اف دي ايكوال ورك، او اسمه ماكسيمم ورك في الحاله دي. بوتنشال انرجي ودي نفس الكلام، بوتنشال انرجي اوفر دي. طب ما البوتنشال انرجي بيتفك ام جي اتش، الاتش هنا هي ديستانس برضو، فكنسل الاتش مع الدي فيتفضل ام جي. طب الام جي ده اصلا اسمه ايه؟ ويت. تمام، يبقى الاجابه هنا ويت. الكلام ده تراجعه كويس جدا واوعى تنساه، عشان هنخش دلوقتي على مرحله الايه؟ مرحله الاسئله، فمش عايز حد يتلخبط. طيب يا شباب هنبدا في الاسئله دلوقتي، وبرده زي ما انا معودك هتفتح هتبص كده هتعمل بوز للسؤال وما تستعجلش، وتفضل تحل الاول وتختار وتفكر، وبعدين تشوف الاختيارات بتاعتنا طلعت صح ولا غلط. يعني اوعى تفضل قاعد كده متنح ومستني الاجابه، لازم انت تفكر الاول وتحاول، ولو فكرت غلط وعرفت الصح ايه اعرفه بقى كويس بطريقه سليمه. هنا احنا مش هنقول الاجابه، بس هنقول الاجابه طلعت ازاي، وطبعا هجيب لك اسئله كمان مستواها عادي، لان اصلا الشابتر ده مش صعب قوي ان شاء الله. بيقول لك a 50 نيوتن اوبجكت، بس اقف هنا، مين ده؟ ايه الرقم ده؟ ده الماس؟ ده غلط، الماس يبقى بالكيلو جرام. امال ده مين؟ ده الويت، يعني ده كده ام جي مع بعضه. يبقى لما اقول لك رقم وجنبيه نيوتن يبقى ده الويت، جنبيه كيلو جرام يبقى ده الماس. يبقى 50 نيوتن اوبجكت واز ليفتد 2 متر، ارتفع الارتفاع كده 2 مترز فيرتيكال، اكيد فيرتيكال يعني ابورد. يبقى انت شلت كوره، الكوره دي كانت 50 نيوتن وحذفتها اوت
شلتها لفوق كأنها شنطتك يعني، شلتها قد ايه؟ 2 متر. طبعا 2.0 يعني 2 برضو، خلي بالك هي 2 متر يعني. عايز يحسب ايه في الاخر؟ عايز يحسب الورك. طب ما سهله الورك. الورك اللي هيتحسب هنا هو عباره عن فورس مالتبلاي ديسبيسمنت. الفورس 50 والديسبيسمنت هتبقى 2. طب كويس، يعني 50 مالتبلاي 2 يبقى 100. فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى ايكوالز 100. تمام كده، يبقى بي. السؤال اللي بعده بيقول لك if you walk 5 متر horizontal، حضرتك اتمشيت على أول. بتتمشى في الشارع horizontal ب 5 متر at constant velocity، فارميل constant velocity يعني acceleration بكام؟ بزيرو. acceleration زيرو يبقى الفورس بكام؟ بزيرو. يبقى كده برضو ايه؟ يبقى الورك ايكوال زيرو. دي الاجابه بتاعتنا دي. يلا يا عم اديك هارد اهو عشان خاطر ايه تتبسط شويه. نمبر 3 بيقول لك does the centripetal force acting on the object do work، هل في work للcentripetal force؟ احنا قايلينها في الشرح، لا مفيش طبعا. centripetal force بتبقى الورك بتاعتها بزيرو. يبقى الاجابه بتاعتي لازم اختارها نو، مفيش work. طيب انا عندي 2 نو، هل هو عشان constant speed؟ لا مش ده الشرط، مش ده السبب. السبب هنا عشان هي displacement بتاعتها بربنديكتلر مع الايه؟ مع الفورس. يبقى في السنتريبتال فورس بيكون الانجل بتبقى 90. فالاجابه عندنا دي. نمبر 4 يو ثرو ا بول ابورد، حذفت حاجه لفوق. بيقول لك بقى خلي بالك، عايزين نعمل كومبير بتوين ساين اوف ورك. ساين اوف ورك يعني نيجاتيف ولا بوزيتيف ورك لما حاجه اتحذفت ابورد وداونورد. بص السؤال ده بصراحه مش سهل وممكن يحيرك كتير، وممكن لو انت فكرت فيه واخترته احتمال يطلع معاك كده ايه بالحظ او يطلع معاك غلط. طب ركز معايا، اسهل طريقه ايه؟ اسهل طريقه الاوبجكت بيتحرك ابورد، الفيلوسي بتاعتها اخباره ايه؟ لو مش عارف تبقى مشكله. الفيلوسي بيحصل لها ديكريز بسبب الجرافيتي، بس طالما الفيلوسي ديكريز يبقى الورك هيكون نيجاتيف. طب الجسم ده لما يرجع الارض لما ينزل ثرو يعني يحصل له موفينج داون وورد، الفيلوسي انكريز، وطالما الفيلوسي انكريزز يبقى الورك هيكون بوزيتيف. خلاص، يبقى ده الاختيار الصحيح سي، الورك نيجاتيف ابورد وبوزيتيف داون وورد. تمام يا شباب، كمل. نمبر 5، نمبر 5 فيها ايه بقى يا شباب؟ بيقول لك سؤالين 5 و 6 بصراحه شبه بعض جدا. بيقول لك the area under the curve، والكيرف ده بين الفورس في اس هنا يعني فيرسز يعني مضاد، او هنا اكس اكسس وهنا واي اكسس. ساعتها الاريا اندر ذا كيرف هيدينا ايه؟ ها تدينا ايه يا شباب؟ تمام صح، هيدينا ورك. بيقول لك ان ذا بلوت او ذا جراف، سؤال هي شبه اللي فوق بالظبط بس العكس يعني. لو انت رسمت جراف الورك احسبه ازاي؟ الورك احسبه ازاي؟ ها هل اجيب سلوب بتاع الجراف؟ لا ده مش سلوب بقى، ده اريا اندر ذا كيرف. الاجابه بتاعتنا هتبقى سي. ذا كوانتيتي هاف ام في سكوير، سؤال مباشر وتافه جدا، ده مين؟ ده كينيتيك انرجي، يبقى كينيتيك انرجي اوف ذا اوبجكت. اخر سؤال معانا النهارده، اف ذا نتورك، if the net work done، الورك حصلت يعني كانت بوزيتيف، دي معناها ان الكاينتيك انرجي بيحصل له ايه؟ واحد يقول لي مستر ما اعرفش، ما هو ما فيش علاقه بينهم. لا في علاقه يا بطل، ما هو الكاينتيك انرجي لما يكون بوزيتيف معناها ان الفيلوسيتي بتزيد، والفيلوسيتي لما تزيد تزود الكاينتيك انرجي، فالاجابه بتاعتك هتبقى انكريز. خلاص؟ طيب انا بشكركم جدا يا جماعه على ان انتم مركزين يعني معانا، والناس اللي بتسمع على الفيديوهات معايا. وعايز بس أكد على حاجات، أول حاجة حضرتك لو في بتذاكر يعني وفي مشكلة وقفت معاك ممكن تبعت لي على الواتس، ده رقم الواتس كلكم عارفينه تقريبا يعني مكتوب على البوكلت. كمان أو ممكن على الفيس، ممكن على الفيس تبعت سؤال، ولو لقيت سؤال مهم يعني هنشره برضو وهبعت لك الإجابة بالتفصيل إن شاء الله. حاول، إحنا كده قربنا يعني خلاص نخلص المنهج، ممكن تبدأ لو عندك وقت خلاص تبدأ في شوية امتحانات، تبدأ تحل شوية أسئلة، وما تكسلش كده وشد حيلك وربنا يوفقك ان شاء الله، وتبقوا احسن صحه وصحه كويسه وجيده، ويحسن حال البلد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.